شيع اليوم بصنعاء جثماني شهيدي الواجب المساعد أحمد علي قزان والمساعد برهان يحيى حسين الأشموري من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى المشيعون الذين عبروا عن إدانتهم واستنكارهم لمثل هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تسعى إلى إقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار. طالبوا الجهات المختصة بضرورة ملاحقة العناصر الإرهابية وردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي في اليمن. يشار إلى أن قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الحليلي نجا من محاولة اغتيال إثر استهداف موكبه بعبوة ناسفة بحضرموت أسفرت عن استشهاد جنديين وإصابة ثلاثة آخرين.